مرحبا بكم أصدقائنا الأوفياء، مرحبا بكل متابعي صفحتنا. اليوم من الطبيعة الخلابة، الطبيعة التونسية الخضراء اللي يحبوا يردوها للأسف الشديد سوداء غزاة ما بعد 2011. اليوم نحكيو في آفة كبرى تمس القطاع الفلاحي وتمس الفلاحين عن قرب، إلا الحقيقة ما ريتهاش ميدياتيزي، ما سلطوش عليها الضوء في المنابر الإعلامية، ما فتحوش المنابر للفلاحين باش يحكيوا على الآفة هذه الكبيرة اللي تتشوفوا من بعد لي ريبيركسيون نتاعها إذا كان ما توقفتش اليوم، وسياسة الدولة ما تجهدش في إنهاء هالآفة هذه أو في الحد أو التقليص من تكاثر نتاعها. دونك اليوم باش نحكي لكم على موضوع مسكوت عليه، موضوع تعرفوا احنا كيف نخرجوا نتكلموا، ما نتكلموش نامبورت كوا ولا نامبورت كومون. دونك إذا كان خرجنا راهو موضوع مهم إلا يلزم بالحق يشوفوا له حل وحل جذري. اليوم سمعتوا انتم في اول الصيف اللي تعدى نتاع 2023، يعني بضعه اشهر، عندها حكايه 6 شهور تقريبا 7 شهور، انتشار حشره جديده تمس التين الشوكي، شجره التين الشوكي اللي هي الهندي. دونك الحشره هذه اسمها الحشره القرمزيه او الدوده القرمزيه، اللي هي ما نعرفش ريت دي سيكونس هبطوا عند فلاحين وكل شيء. الحقيقه اتصلوا بيا برشا اصدقاء فلاحين، اصدقاء الصفحه، وبعثوا لي رسائل خاصه قالوا لي دكتور بربي تكلم على الملف هذايا او على الافه هذيا والمشكله هذيا. بون مانيش ما شوي با سبيسياليزي في الحكايات هذيا، دونك في الفلاحه وكل ما نفهمش برشا، لكن باش نوريكم شنية هالدوده القرمزيه هذيا وشنو تنجم تعمل وشنو الانعكاسات نتاعها، شنو ينجم ينجر عليها. احنا قبل كل شيء نعرفوا ساعه قبل ما نحكي ونوريكم هالحشره هذيا، احنا نعرفوا الا الهندي اللي هو يعتبر ثروه في تونس، الناس ما تعرفش قيمته لكن يعتبر ثروه. دو ان هو الغله نتاع الزوالي، دونك الديسير نتاع الزوالي، الا ما ينجمش يشري بنان، وشفتوا الاسعار نتاعهم وشفتوا الاسعار خياليه، معناها التفاح والنزاس والغله كلها بنواحها. في الصيف يشري الهندي لصغاره باش يكون هذاك ديسير او حاجه حلوه ياكلوها بعد الفطور او بعد العشاء. دونك حتى الهندي هذاك اللي هو كان رخيص قبل نتفكروا الطاسه كانت ب 500 مليم، الستال كان بدينار وبدينار و500، دونك العوامل الاخرى زاد هو بيدو شعلت فيه النار. دونك الهندي بيدو ولا ب 3000 وب 3500، وشوف تلقى شوف لا، وماهوش موجود بكثره كيما قبل. علاش؟ باهي هات نشوفوا احنا توا السناء معناها ولي ريبيركسيون نتاع الافه هذه اللي انتشرت، اللي هي الحشره القرمزيه او الدوده القرمزيه. كيف كيف الهندي كيما هو ديسير وغله الزوالي، هو بيدو علف للحيوانات وعلف للغنم. وقت اللي يبدا العام زعما ما فيش يمطر، وحنا عشنا سنوات جفاف في الاعوام الاخرانيين، دونك الفلاحه تضرت بشكل كبير وكبير جدا مع غلاء الاعلاف، معناها المدعمه اللي ولات ما عادش مدعمه براتيكمون. كي تسمع شكاره الشعير نتاع 50 كيلو ولات ب 43 دينار و500، بعد ما كانت تتباع يعرفوا الفلاحين بقداش كانت تتباع، غلات ولات 22 و500، ومن بعد 27 و500، ومن بعد الزياده الاخرى فرد ضربه ولات 43 دينار و500. يعني من 27 دينار و500 احسبوا معايا ولات 43 دينار و500، معناها فجأة كما يقول المصري من غير لا احم ولا دستور. معناها الفلاح مسكين اللي كان يقاوم بهك الشعير هذاك والسداري هذاك والعلفه هذيك، ما نحكيوش على العلف المركب، الشكاره ب 100 دينار وفوق ال 100 دينار بانواعه. دونك الهندي هذا كان ملاذ، وكان الفلاحين يعلفوا فيه في البقر والغنم حاشاكم والحيوانات اللي عندهم يسترزقوا منهم. دونك الهندي هذا اللي تضرب السناب هالدوده القرمزيه هذه ما عادش باش يولي صالح كعلف، وما عادش يظهر لي اذا كان الدوله ما دخلتش ايميدياتمون ما عادش باش نلقاو علف بديل اللي هو العلف الطبيعي هذا الهندي. الا الزوالي ينجم يمشي ينحي الهندي وينحي له شوكو ويحرقوه، عندهم طريقه الفلاحين يظهر لي ادرى مني، يحرقوه باش يتنحى الشوك نتاعو ويوكلوه للبقر ويوكلوه للاغنام ويوكلوه للحيوانات. الهندي السنه تضرب ضربه قاسمه معناها، وبراتيكمون هالحشره هذه الافه هذه انتشرت في تونس كامله. دونك هات نشوفوا شنو هي هالحشره القرمزيه هذه وشنو تنجم تعمل. هات نشوفوا مع بعضنا باش نعطيكم اكزامبل بسيط على ارض الواقع. اتفرجوا هذوما، هذا الهندي هاني باش نوريكم ديمونستراسيون صغيره، راهو فما شكون اللي حكى عليه وتعدى انابيرسو في دي فيديو على الفيسبوك. ريتوه الابيض هذا الا تحته هي الدوده القرمزيه. هات نوريكم كيف تفقس انت الابيض هذايا القشره نتاعها ولا ما نعرفش شنو اللي تخرج، واخذوا شنو تلقى كيما الدم. شفتوها هذيك الحشره القرمزي، ها شوف هاي ديمونستراسيون بسيطة مش من فلاح، ها هذه اللي نشوف فيها توا شخصيا وتشوفوا فيها معايا. باهي الحشره القرمزيه هذيا تاكل الظلفه، تجي من الاول وحده زوز، من بعد تلقاها كلات الظلفه الكل، ومن بعد تخليها 3 4 ايام تلقاها انتشرت لصفه كامله، وتلقاها انتشرت لعشرات الامتار ومئات الامتار.
كيف تاكل هي الظلف شنو يصير من بعد؟ اغزروا الظلف كيفاش يتيح في القاعه يموت؟ شوفوا معايا ولا مانيش عارف. هاوك شفتوها الظلف كيفاش يتيح، كيفاش يولي يتيح في القاعه ويموت. بالتالي هالحشره هذه اكلات الهندي نتاع تونس الكل. دونك الناس الكل الا عنده ارض، ولا عنده هنشير، ولا عنده غرس، ولا عنده شويه فلاحه، ولا الفلاح اللي يسترزق من فلاحته ويسترزق من الارض نتاعو، الكلهم يتشكاو يتبكاو. اليوم قالك الدوله ما عطتناش اهميه، وما عطتنا، ما غزرتناش بعين الرحمه، وما لقتش حل. يا اخي سامحوني، احنا نعرفوا الا سياسه الدوله سابقا، خاصه في الامور الفلاحيه وخاصه في السياسات الفلاحيه كانت ناجعه. يعني الدويات والمبيدات اللي كانت تتبخ على عاتق الدوله كانت ناجعة، وكانت تشمل تراب تونس الكل. يعني كيف نسمعوا بحشرة ولا بآفة تمس الأشجار الغلة ولا تمس حاجة، الدولة كانت تدخل قبل 2011 وكانت تضع حد لهذه الحشرة وما تخليش الكارثة اللي تصير. لأنه إذا كان يموت الهندي تحب له سنوات باش تعاود تزرع أنت نهار آخر، تحب له سنوات باش يطلع وباش يثمر وباش يعطيك ظلف وباش يعطيك هندي. دونك شوفوا الثروة اللي باش تخسرها الدولة التونسية ولا باش يخسرها التوانسة والشعب التونسي قداش باش تكون لي ريبيركسيون نتاعها. معناها باش تكون لي ريبيركسيون نتاعها على الأغنى، الناس باش تولي تبيع توعد، ما عادش فيها، ما عادش يقدروا لا يشريوا شعير لا يشريوا علف مركب لا يشريوا حتى شيء، وزيد ما عادش يلقاو ظلف الهندي باش يعلفوا به. دونك الأغنام نتاعها باش تتباع، ما عادش باش تلقاو انتم توا أغنام، ما عادش باش تلقاو حتى شيء. دونك هذا كل كي الدولة تتفرج. نحب نعرف وين السياسات الحكيمة متاع الدولة، وينهم الناس اللي مسؤولين على قطاع الفلاحة، وينهم يا أخي لهالدرجة استعصات الآفة هذه؟ وعلاش خليتوها لين استفحلت وانتشرت في تونس كاملة وكلات الهندي وكلات الأخضر واليابس الكل؟ عليه فهموني عليه. وين السياسات الحكيمة متاع الدولة؟ يا حسرة كي كانت عنا دولة، ويا حسرة كي كانت عنا وزارات ولا سيادية، ويا حسرة كي كانت عنا بالحق معناها عيون لا تنام، وكانت الناس تخاف على الثروة الفلاحية متاع بلادها، وكانت الناس تخاف على الثروة البشرية متاع بلادها. دونك توا هاكم تشوفوا توا هذاك الكل هندي مضروب، الكل راهو في البلايص الكل. صدقوني في قداش من ولايه ندور نلقى الشيء هذايا. لا غالب مخر حكيت عليه الملف، برشا كلموني قالوا لي، لكن قلت والله مادامني وقفت لهنا قلت والله الا ما نعدي باساج ولا ما نعمل لفته لعل وعسى يفيقوا شويه، لعل وعسى يلقاو حل هالافه هذه. دونك هنا ناكد نختم بها، ناكد كلام النائب ابراهيم القصاص في المجلس نتاع 2011 اللي قال لهم باش توليوا يا توانسه تاكلوا في الظلف. يظهر لي الظلف اللي كانوا ياكلوا فيه الحيوانات حتى التوانسه ما عادش باش يخلطوا عليه اذا كان الدوله تتفرج على الشيء هذا والكوارث هذه وساكته. والسلام عليكم.